مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من الليلة سهرتنا. كنتلاقاو كل سبت مع أحبابنا من الفنانين وكنقضيو معهم أحسن اللحظات، معهم كنضحكو كنغنيو وكنفرحو. خليكم معنا الليلة، ليلتنا والسهرة، سهرتنا والليلة سهرتنا. سهرتنا حلوة مليئة بالمفاجآت وباللحظات جميلة، والبداية غادي تكون شعبية مع جوج من نجوم هذا اللون. حيوا معايا بحرارة مولاي إدريس البوعزاوي وميمة بعزية. طمو طمو يا دوايا، طمو 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 يا دوايا، طمو 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 يا دوايا، طمو 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 يا دوايا.
وضمه يا تلقشي بداية حماسية بامتياز كتعطيكم فكرة على الإيقاع اللي غتمشي به سهرتنا هاد الليلة. وجيو جمع كل من أميمة بعزية ومولاي إدريس البوعزاوي الله يعطيكم الصحة ومرحبا بكم في الليلة سهرتنا. مساء النور أميمة. مساء الخير ومساء النور عليكم كاملين ومساء النور على الليلة سهرتنا. مرحبا بك أميمة ومن خلالك كنحيو مراكش كلها. أهلا أختك شكرا بزاف وتمرحش نحيوكم. مرحبا الله يطول عمرك اختي ابتسام. نهار كبير هذا وهذا الوجه الزينه كنتلاقى معكم اليوم في هذا البرنامج وهذه السهره الجميله اللي انا ديما كنفتتحها. هذه السهره كنقول ليله سهرتنا ودوزيام جمعتنا ومع هاد الفنانه جلستنا والبيوت الناس دخلتنا. الله يا سلام أميمة تبارك الله. من نهار نزل اول فيديو ديالك والمسيره نقولوا قلعات والشعبيه زادت والنجوميه حتى هي نقدروا نقولوا باللي مواقع التواصل كانت فالخير عليك وفالساد. وما نكروش مواقع التواصل الاجتماعي كانت فالخير ولكن بالحب ديال الجمهور وبالحب ديال الناس وبالفضل ديال الله ورضات الوالدين باش انا وصلت الحمد لله. لله مولاي إدريس كيبقاو مواقع التواصل نقولوا سلاح ذو حدين يعني يقدروا يسرعوا الخطى كيف ما تنقولوا ويوصلوا دغيا الفنان عند الجمهور ولكن كتولي الخطوات محسوبه يقدروا يعطلوا. انا بعدا شخصيا انا من جهه التواصل الاجتماعي انا كسول شويه ما كنبانش ديما ولكن كما قلتي هاد لي ريزو سوسيو هو سلاح ذو حدين اما غيزيدوا بك القدام اما يقدروا يرجعوك للور. خاص غير الواحد والفنان خصوصا يعرف كيفاش يستعملهم. الحديثنا بقيه لكن في الاول نستقبلوا جوج ديال الضيوف اخرين جوج ديال الفنانين في لون مختلف غادي يديو لنا واحد لون واحد الاغنيه غايه في الرومانسيه. حيوا معايا بحراره بدر سلطان وناهد مولين. نعود أحباب نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا ويا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد
الأحباب يمروا مثل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب واحدة من أجمل أغاني فضل شاكر معقول في ديو ما بين بدر سلطان وناهد مولين في الليلة سهرتنا. مرحبا بكم بدر سلطان وناهد مولين في الليلة سهرتنا. مساء النور، مساء النور والورد والياسمين ومساء الليلة سهرتنا اليوم. بدر شخبارك؟ الحمد لله. أولا أنا فرحان حيث متواجد اليوم معكم ومتواجد مع هذا الجمهور الجميل اللي حاضر معنا والجمهور اللي كيشوفنا عبر قناة دوزام، وأنا فرحان حيث متواجد مع هذه التلة الجميلة من هذه الفنانين الرائعين. وإحنا أسعد بدر، دايماً كتنورنا. ناهد هذا أول مرور لك في الليلة سهرتنا. بحالي قالت أميمة يا رب ما يكونش آخر مرور. لا إن شاء الله ما يكونش آخر مرور. الدخلة بعدا والطلة حلوة كيف ما تقولوا. الله يحفظك، أحلى. ربي يخليك ناهد. الجمهور ديال الليلة سهرتنا على الخصوص أنا عارفة بأنه بديتي كديري بلاصتك نقدروا نقولوا في الساحة الفنية الحمد لله. ولكن الجمهور الليلة سهرتنا غيزيد يكتشفك هذه الليلة. اللي ما تعرفوش ناس هو أنك درستي الموسيقى ولا زلتي تدرسين الموسيقى وتدرسين. يلا وعاودي لنا شي شوية. شكرا. انا استاذه ديال الموسيقى ولكن في الطفوله ديالي الحمد لله ما كاين شي واحد اللي كيكون كيحب الموسيقى او اللي كيحب الفن ما كيتشبعش بالاغاني الطربيه. على سبيل المثال سيدات الطرب ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب. انت تربيتي على هذا النوع من الاغاني؟ انا لقيت راسي إلا ما سمعتش لهذا القطاع ما تنقدرش مثلا ادي اغاني اخرى لان هذا القطاع تربينا عليها كاملين. والحمد لله انا كنقول بان اللي غيغني هذا القطاع يقدر يغني اي لون. بصح وداكشي اللي درتي لانه خرجتي فعلاً. سينجل منذ اسابيع واللي كان في لون شبابي خفيف مازال غادي نتكلموا عليه من بعد. بدر بحكم التجربه ديالك ناهد نقولوا في بدايه المشوار الا كان نصيحه واحده تقدر تقدمها لها هذه الليله شنو تقدر تكون؟ وتبارك الله عليها راه ما محتاجاش راه استاذه ديال الموسيقى تبارك الله. الله يحفظك. شكرا. الله يوفقك. ولكن نصيحه لتسيير المسيره نقدروا نقولوا حيت هذه حاجه ما سهلاش واخا يكون الموهبه واخا يكون الصوت موجود باش انه الفنان يقدر يدبر المسيره ديالو الفنيه والدوم لسنوات ما سهلاش. ايوا نصيحتي ليها انها تكون عندها اختيارات موفقه في الاغاني ديالها وانها دير واحد الطريق واحد الستيل اللي خاص بها وتصبر لان الميدان الفني صعيب خاصو الصبر وخاصو يكون الراس صغير. هذه حاجه مزيانه الصبر والراس يكون صغير. وحنا كلشي كنتعلم لان الواحد جامي يقول انا نجحت ولا جامي يقول انا وصلت لان طريق النجاح وطريق الابداع طويل بزاف. بصح والله يسهل على اي واحد. أمين. الله يسهل الجميع. اللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه بها. داكشي اللي كاين. كلمه زوينه بدر الله يعطيك الصحه عليها. اميمه ومولاي ادريس واش كتشوفوا بانه بالرغم من هذا انه يكون الموهبه ويكون العقل صغير ويكون الواحد صبار وتيخدم وهذا كاين شي شويه ديال الزهر اللي تيدخل في بيان سور. بيان سور. دابا يقدر يكون عندك مستوى فني 70% مستوى فني رائع وجميل وعندك 30% الزهر ما كاين حتى شي حاجه ولكن الا قلبتيها غتكون مزيانه لان الزهر مهم. ياك اللي عنده الزهر اكثر من الزهر مهم. الموهبه ضروري. الموهبه ضروري تكون لان الموهبه نورمالمون الموهبه كتكون معك يعني ملي كتولي تعرف كتولي تعرف تسمع وكتولي تعرف تعزل اش الموهبه ديك الساعه اللي حاكمه عليك هي اللي مديك مع ودنك فين غتسمع شنو غتسمع ابري كتسقل الموهبه ربما كتربط علاقات مع فنانه مع موسيقيين باش تستافد شي حوايج اللي انت غاربين عليك وعاد كتمشي المسيره ولكن الا ما كاينش الزهر ما كاين والو. بصح وحنا عندنا الزهر هذه الليله حيت معنا اميمه بعزيه. الله يكفيك. وهو الزهر غير تصادفتي معاه في الحقيقه ياك غير تصادفتي كيف قال بدر خاص يكون الصبر ويكون الراس صغير باش تقدر توصل. الا ما كانش راسك صغير واللي عطاك واحد النصيحه تقبلها منه ما عمرك ما غتوصل ولا كنتي متكبر ما عمرك ما غتوصل. وهذه النصيحه بعدا سريع للجميع ماشي غير على الفنانين يعني الراس صغير وانه الواحد يبقى يكون صبار وكيخدم هذه في جميع المجالات. اميمه ما جيناش غير نقرقبوا الناب ياك؟ لا جينا نغنيو ونشطحوا. يلا جينا نغنيو ونفرحوا الناس اللي كيشاهدونا تحت ثقتكم. اميمه بعزيه.
ظلام فيها وساريها ورا هي اللي دايما ليك ورا عيناك راه كتربي وظلام فيك ورا عيناك كتحدى راسك تواسيك ورا عيناك وهي اللي حاطنا على الولاد ورا عيناك وفرقتي معايا كلشي زاد ورا عيناك أميمة بعزية بروحها المراكشية الجميلة الخفيفة على القلب عطاتنا بلاطو غاية في الروعة تبارك الله عليك أميمة. شكرا. انتم كيف العادة مشاهدينا عارفين بأنه الكوميديا والفكاهة يعني من أساسيات الليلة سهرتنا، وهذه الليلة حاضر معنا كوميدي محبوب الأول مرة حتى هو في الليلة سهرتنا. غنطلب منكم تحيوا بحرارة عمر فلكي. الحمد لله. أي يا آه يا شكرا 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 شكرا. درت دي غوشيرش عبر التاريخ ودرت دي غوشيرش، بقيت كنشوف كنهضر شويه على المغنيين، بديت كنشوف ان المغنيين عبر التاريخ عمرهم ما دخلوا داروا ديديكاس ولا شي اداء. يعني عمرك ما لقيتي سيلين ديون دخلات قالت سبيسيال ديديكاس بوغ توا شوشو نوبلي با مون بير جاكلان، ايوا هادي في خاطر ماتيلدا، لا 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 ما كاينش. كتدخل كتقول لك جو سوي مالاد، السيده مريضه كتقول لك مريضه. عمرك ما سمعتي شاكيرا قالت في خاطر بيكي؟ لا، كتدخل كتقول واكا 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 سي بون. لا حنايا لا، حنا المغني ضروري ملي كيبدا خصو يدير لابيل كيتحول الاستاذ اللغه العربيه، ضروري خصو يطمن على البيبليك. قسم اخويا انا ضروري خصو هيا نعيمة هيا كتبي وقولوا حاضرة نعيمة كتبي حاضرة هيا بعزية هيا فرفر هيا فيصل هيا أحمد العموري. المهنة الوحيدة اللي كتقول لواحد سميتو كيدور معاك، يعني المغني كتقول له سمية المغني كيقول سمية الآخر، الآخر كيدور معاه ما كاينش زعما إشكال. شوف ناس قراو والو، هو كتقول له هيا نوفل 400 درهم كتعاود نوفل وصحابو 450. المغنيين انا فاش اكتشفت درت واحد الابحاث ديالي لقيت ان المغنيين خصهم يتشدوا فاش نكون وي وي سمحوا لي ولكن ديال العراسات راه كيقولوا شي حوايج خصهم تحقيق. ما شطحتو ما غنيتو كملوا ما عارفين ما شطحتو ما غنيتو غير جيتو، هذا راه تشهير، هذا راه خصو 3 سنين، هذا اللي ما شطح ما غنى كيفو كيف طنا، هذا راه سب وقذف. انا جايبه انا باش معايا شطح داك النهار، علاش تقول لي طنا؟ عطيونا ديالنا ما بقاش ديالكم، قليان السم. هاد جهه بارده هاد جهه، هاد جهه بارده هاد جهه حاميه، تحريض كتحرض البرد على السخون. داها وداها والله ما خلاها، اختطاف هذا، اختطاف هذا. اهيا مولاي السلطان هز عينيك، اهيا مولاي السلطان هز عينيك، كيش هتزور كيفاش تزور؟ انا واحد النهار في واحد العرس العائله ديالي العروس على قد الحال ماشي مشكل، كيقول لها هي زين واش عندك؟ قلت لها اش كذب
اش كدير؟ اش كديرها استاذ؟ قال لي الاخ عمر ما تصبش بالنسبه لهذه المساله هذه، حنا ما كنقصدوش دائما العروسه، كنقصدو صحابتها. ايوا وقول لها يا مولاي السلطان هز عينك شوف صحابتها. اش كدير؟ لا اش كدير؟ المغنيين مزيان في العرس، وكان هاد اللي مات في العرس كيقول في هاد العشر سنين الاخرى البنات كيقول لك انا ما نديرش العرس. اه وي كتقول لك انا ما نديرش العرس. بغيف فاش كيجي خونا كتقول له هي ما عنديش العرس، ولكن كتقول له واحد الجمله اللي هي كتضر في الخاطر اللي هي بيناتنا، نديروا شي حاجه بيناتنا. هاد بيناتنا هادي، هاد بيناتنا هادي كطيح ما بين 16 حتى 20 مليون. هي بيناتنا. اه هادي بيناتنا. انا ما نديرش العرس حيت راه شي حوايج وقعوا بزاف، راه مزادوا في الاسعار ديال الصداق. داك النهار مشينا مع صاحبي نخطبوا ليه، دخلنا عند عمي عطانا الاثمنه ديال بانون فاش مشى للاهلي. بغى يخرب بيت اهل صاحبي. عمي اش كدير؟ لا اش كدير؟ صاحبي بغى يتستر، انت باغي تعريه؟ لا لا عمي لا. حنا جايين نخطبوا، ما جايينش نشريو الفروشيز. اثمنة الفروشيز عطينا. العرسات كانوا مش حادي واضحين. لا كانوا واضحين شحال هادي، كانوا داكشي زوين. القص كان واضح، الدجاج واللحم والماء والديسير كان واضح، بنان تفاح المندرين في الوسط واضح. دابا ولاو كيديروا صومو، ولاو كيديروا دابا سميتها، ولاو كيديروا بالبوش شاورما. باقي خاصني الفراشات ونديروا شارع. لا ما يمكنش. الديسير كان كيوي كاكي بالباي، راجل كبير بموستاش بدا يتبع كيوية هرب عليه. اش كدير؟ يا عطيه داك الموس اللي فيه السنان، الموس براسو خصو ياكل. ما كي قتل ما والو. دابا واحد الفاكهه جديده ديال التنين، هذيك الفاكهه ديال التنين خصها بلان، خصها كتاب ديالها كيفاش تاكلها. عطي التنين وعطيها التنين، اذا التقى تنينان ما يمكنش. هادشي ما يمكنش. وبنادم خارج له الدجاج، خارج له الدجاج من ودنيه حانيف، عمليه بيولوجيه بينه وبين التفصيل. كيهز راسو كيلقى واحد هز الكاميرا داير فيها هكا، والضو دار فيه البروجيكتور ديال ستاد دونور، دير مخالفه غادي بسرعه في التفصيل. اللوغو ديال التفصيل حاردو. لا وانت طالع واش غادير؟ اش غادير؟ الناس اللي كيديروا هادشي علاش كديروا هادشي؟ واش حنا فقراء؟ فاش كتشوفوا السيديات ديالكم ديال العرس كنقول حنا فقرات فكاهيه، حنا جايين هنايا نتعرضوا. لا ما يمكنش. شطيح، شطيح كان واضح شحال هادي، كان شطيح واضح. مؤخرا خرج واحد اللجنه باش يناقشوا الشطح، يشوفوا الشطح في العالم كي داير. لقاو ان الدول كلهم عندهم شطحه واحده. فرنسا عندها شطحه كتقبض هذا الطاق سي بون، الهنود اكتفات، الشينوا افتحيه وارضه، اغلقيه وارضه، افتحيه وارضه، صافي سي بون. ايوا جاو عندنا ما فهموش، ما فهموش. كاينه واحد الشطحه فريمون خص اللي شافها خصنا نخلصوه ونعوضوه على الضرر. عرض اخويا نوفل كمان هاد الشطحه. ها هادي ما عرفتهاش، هادي ما عرفتهاش. مع الراس كاينه شطحه واحده اخرى، كاينه شطحه واحده اخرى. هادي تتصالح مع الدات، خصك تضرب بذاتك هكا مع هو مع الماء. هادي ضروري. كاينه شطحه واحده اخرى. هادي ديال الضرب والجرح، هادي ضروري. كاين شطحه واحده اخرى ديال العيد الكبير كتمضي المواس. هادي ولكن شطحه واحده اللي اتفقوا عليها المغاربه، لقاو انهم كيشطحوها كلهم غير كتطلق، كلشي كيهبط للسفلي. ما عرفتش علاش. نوفل 55. عمر فلكي ومرور اكثر من رائع في الليله سهرتنا. شكرا لك عمر. شكرا. ونزيدو نتلاقاو بك مره اخرى. شكرا. بالعين القانصه نقدروا نقولوا رصد مجموعه من الظواهر مازال نتكلموا عليها، ولكن قبل بغينا نسمعوك في الرقاده بدر. موجود؟ انا موجود. يلا تحت تصفيقاتكم بدر سلطان.
يديروا لي يديروا ما نخليه واخا يقولوا لي يقولوا ما نخليه واخا يديروا لي يديروا ما يفكوني عليك عليك يديروا اللي يديروا ما يفرقوني عليك عليك واه ايوا هيا لي سيبور هيا سيسي ايوا الرجال فيك الخمام وبيك البنت نحلى ونعيشوا بحال ناس وما يكون بس بحال تغني على نعيش هاني في بدر سلطان مخلص للأصول والرقادة في الدم يا كبدر تبارك الله عليك وتحية كبيرة للموسيقيين والأستاذ نوفل فاروقي الله يعطيكم الصحة بدر نقدروا نقولوا بأنه في الجهة الشرقية في أي مناسبة فرح عرس إلا ما كانش الرقادة ما كاين والو ضروري الهوايش شوف الرقادة واحد الفن اللي أصيل واحد الفن اللي زوين واحد الفن اللي كيعبر على تمغربي ديالنا وحنا في الشرق يعني الا ما كانتش الرقاده حاضره في الفرح راه كي والو شي حاجه ناقصه شي حاجه ناقصه نقدروا نقولوا بحال الا مشينا لمراكش وما لقيناش الدقيقات ما لقيناش اللعابات ياك اميمه ما كاين والو الا ما لقيتيش بعدا عيسى هو في الباب والدخله والدقيقات ما كاينش العرس ما كاين عرس ياك ضروري الدقيقات في استقبال العرس نهيد انت من الرباط واش العرس الرباطي مازال محافظ على يعني نقولوا المكونات الاساسيه الاله مثلا أو ضروري ضروري ياك. ضروري هو صراحة باش زوين المغرب في كل مدينة كتلقى مثلا مراكش في العرس مثلا مدينة مراكش فيها العرس رباطي أو مثلا حاضرة حاضرة عرس واحد كتلقى فيه فقرات من مختلف المغرب الرباط بقى فيه الآلة بقي فيه كيف ما هو ناقص غير الوجود ديالكم مرحبا بكم أجيو للرباط ولي إدريس والعرس الزهري شنو الميزة ديالو أوه العرس الزهري ولا الخصوصية ديالو هو العرس ديال الزعير كاين طقوس كيبقى 7 ايام كاين مازال لحد اليوم مازال لحد الان بعد 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 العائلات في الزعير اللي في العروبيه مازال كيديروا 7 ايام كيكون نهار الحنة نهار الحمام نهار تاع العريس نهار تاع العروسه نهار كيتجمع العرس كله العائلات بجوج الليله الكبيره الليله الكبيره كتكون العائلات كتكون الغرامه بواحد الطريقه ما كيكونوش ديكادو يعني كيتحطوا مثلا كيجي مثلا كيقول هذه 3000 درهم من عند فلان عم العروسه كيحطها لهم كيديروا واحد الطبق
كبير في واحد القلب السكر فيه الحنه أيه. وكيحطوا الكادو تما العرس الزعير ما فيهش تبوريضه ما كاين والو هكذاك لان كتكون كيكونوا كتكون القبيله فيها واحد الصربه لا بدا يكون تبوريضه بنهار العرس الزعير ما فيهش الشوا ما كاين والو الا ما كانتش الغبره والحيحه والتبوريضه والشيخات ما كاين حتى حاجه في الزعير قربتينا شي شويه من الاجواء ناقصنا غير الموسيقى مرحبا عرفتي شنو شي وجيبه مرحبا ولي ادريس مرحبا البوع الزاوي في خشبات ليله سهرتنا عشبيني فقريت النحر حرمت انت يا هذيك الدرقه
صاحب سيديك وبالكويسة سيدي محمد الحبيب يا ملكنا الحبيب ورا اللي عرفوا ما يخيب ورا اللي عرفوا ما يخيب واللي حك عليهم يا دير مزية أجواء حماسية بامتياز من توقيع مولاي إدريس البوعزاوي الله يعطيك الصحة ربي يخليك شكرا جزيلا شكرا عشنا معاك عرس زاري كان ناقصنا غير الشوا ربي يخليك هذا الشيء اللي كاين ما جايبينه ما جايبينه إن شاء الله مرحبا نهيت في بداية الحلقة تكلمنا على سينجل جديد أنا عارفك أنت من عشاق الطرب والفن الأصيل يعني به باش بديتي وتكونتي نقدروا نقولوا ولكن الأغنية الأخيرة اللي كانت بعنوان ناقصاني شي حاجة كانت شبابية أكثر علاش هذا الاختيار صراحة اختاريت هذا الاختيار لأن واخا كنغني الطرب ضروري ما يدخل فيه الطابع ديال الإحساس ألوغ هاد الأغنية كيف كنقولو تارت انتباه ديالي لأن فيها واحد النوع ديال الإحساس كتقول إمتى وكيفاش حبيتك ما عرفاش شرح ليا أنا والله ما فهماش أنسي دو سويت ألوغ هاد السيل هذا لقيت راسي فيه مني عجبات مني سمعت الأغنية في الأول قلت هاد الأغنية إن شاء الله تكون ديالي وهي ديالي الحمد لله الحمد لله ومازال أغاني أخرى نقدروا نقولوا جاية إن شاء الله يا رب إن شاء الله وانت في بداية الطريق شكون أكثر شخص واقف بجنبك ودعمك ومأمن بموهبتك صراحة كاين بزاف غات خصميني معهم ولكن أول إنسانة هي العمة ديالي كنوجه لها تحية كبيرة بزاف بزاف وما ننساش الوالدين ديالي حتى هما العائلة والأسرة الصغيرة بدر الأسرة الصغيرة نقدر نقول هو أول بوبليك للفنان والدعم ديالهم مهم بزاف أكيد أكيد الأسرة عندها واحد الدعم كبير نقدر نعاودكم واحد ليستوار صغيرة كيفاش أول واحد دعمني
كنت فاش كنت صغير على جو دو 7 اون كنت ديما كنجلس في العتبه ديال الدار وعندي واحد الدريبيكه صغيره تنطبل بها ديما تنطبل بها والوالد ما عمرو انتبه هذه القضيه ولا داني دار الشباب. كان واحد جارنا مشى عند الوالد قال له انا الولد ديالك ديما مع السبعه ديال الصباح 8 ديال الصباح كينوض انت كتفيقوا وقال لك كنفيقوا. قال له علاش ما ديش لدار الشباب يتعلم الموسيقى ومن هنا انا اصبح ناعس. وداكشي اللي دار داكشي اللي قنع الوالد. تحيه لهذا الشخص وبياسو تحيه للعائله والاصدقاء والجمهور ديالنا. ولكن بصح العين اللي كتشوف الموهبه وكت انا بالعيني شديت فيك قلت لك راه كنتي كتفيق وكتبرزطو بغاك تخليه يصبح ناعس. ولكن على اين النيه كانت زوينه والفكره حتى هي زوينه. ف من طبيعة الحال حنا دائما كنشجعوا الوالدين انهم الا شافوا واخا غير بوادر موهبه علاش لا ما يدفعوش بوليداتهم يديروا هذا الشيء حتى الا ما كانش فنان ما ولاش فنان تشكيلي ولا مغني ولا يقدر هذا الشيء يعاونوا في العمل ديالو. اميمه الناس اللي دايرين بك واللي كانوا دايرين بك ونقدروا نقولوا العائله الكبيره ماشي غير الصغيره كان دائما موراك ومساندك ولا كان شويه ديال الخوف عليك نقدروا نقولوا؟ لا ما كانش الخوف حيت انا تربيت في وسط واحد العائله فنيه منهم الام ديالي ومنهم الاخ ديالي. انا كانت خالتي واختي الكبيره هما اللي كانوا كيدعموني على الغناء. اجي غني لي ناس وتكزوين زيتي هذا في عاشور نجلس نلعب مع البنات نغني في الكوزينه نشقى بالغناء. ولكن مؤخرا حاليا وصلت لواحد المرحله ديال انني صافي كنت بغيت نحبس بشي حوايج وقعوا كنت بغيت نحبس. لقيت مدير اعمال ديالي هو اللي مدعمني وقف جنبي هو اللي قال لي لا ما تحبسيش زيدي لقدام ومازال ان شاء الله غادي تعطي ما تحبسيش. وكنوجه ليه تحيه من هذا المنبر كنقول ليه شكرا. من طبيعه الحال ماشي غير البدايه اللي كتقدر تكون صعيبه وكنحتاجوا فيها الدعم طول المشوار. الفنان محتاج الناس يكونوا حداه وبجنبه. مولاي ادريس شكون كتلقى في كتافك دابا؟ واش نقول لك انا اول واحد دعمني هو الوالد الله يشافيه في هذا النهار يخليه لكم امين رب العالمين. هو الوالد من بعد بقيت في الميدان جات الزوجه ديالي كذلك واحد الوقيته كنت غادي نحبس قالت لي لا ما خصكش تحبس لا خصك تبقى وادي 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 وادي. من بعد اصدقائي فنانين اخرين اللي هما كيحبدوا هذا اللون اللي كندير وكيحاولوا انهم يعطوني كيشوفوا شي حوايج فيا كيحاولوا يبروبوزيو عليا شي حوايج والحمد لله كنحاول نكون عند الحسن الظن ديالهم باش نكون عند حسن الظن الجمهور. الحمد لله الحمد لله. الفنان اللي كيدير بين عينيه الجمهور من طبيعه الحال راه كيشتغل وتيوصل لهم كل الحب ديالو. والله العظيم كتكون عندنا انا شخصيا عندي شي تورناج في التلفزيون اش نقول لك واحد 15 يوم ولا 20 يوم ديال الستريس كنشوف شنو غندير باش نقدر نبقى في ذاك المستوى اللي شافني فيه الجمهور وباش من اخر سهره حاجه زوينه وجديده زوينة. وحان الدور على ناهد باش نسمعوها فوق خشبه ليله سهرتنا موجوده. مرحبا دائما نسمعوا اما براوه بصوت ناهد مولين. Oh,
عطشانة يا انا اروح له ولا اروح اشرب حدانا قولي تحبي ملانا عطشانة يا انا اروح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلا شقاوة ابنا براوة براوة على الشقاوة اما براوة براوة اما براوة براوة حبيبي براوة اخر طراوة اما براوة براوة اما براوة أما براوة النجاة الصغيرة بصوت ناهد مولين هاد الليلة تبارك الله عليك ناهد شكراً وشكراً لك فقراتنا في ليلة سهرتنا متنوعة وأطباقنا الفنية كذلك متنوعة واليوم غادي نستقبلوا فقرة المواهب مواهب خاصة في الرقص حيوا معايا وبحرارة فرقة الرقص الاستعراضي فرقة سلطانة Thank you.
موسيقى سلطانة للرقص الاستعراضي، تبارك الله عليكم. واحد من الطقوس اللي كنشوفوه في المناسبات والأفراح، القعدة، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك سلطانة. أولا مرحبا بكم، بغينا نعرفوا كيف جات الفكرة ديال فرقة للرقص الاستعراضي وبهذا الشكل. تحية كبيرة بعد الجمهور، وتحية للحضور، للفنانة الكبار اللي معنا، تحية لك أكيد. مرحبا بك. 2012 بدأت الفكرة ديالنا، بغينا التراث ما يموتش ونوصلوه للشباب بواحد طريقة جديدة، طريقة عصرية ومختلفة. تبارك الله على الشابات اللي معاك، تبارك الله عليهم. كتقدموا مجموعة من اللوحات ماشي فقط القعدة. حنا كنديروا التراث المغربي من طنجة للكويرة، يعني مثلا تنخدموا في مهرجان، شكرا، تنخدموا في مهرجانات مثلا في مناطق الصحراء، تنديروا شو ديال الصحراء وكنوريهم شي حاجه ديال الشمال. مين كنمشيو للشمال ضروري كنديروا تبادل الثقافات من بلدينا لمدينه. ما شاء الله عليكم، الله يبارك الله يعطيكم الصحه، المزيد من التالق والتوفيق. غادي نبغيكم تبقاو معنا مازال شي شويه، واخا خليكم نحييو مره اخرى فرقه سلطانه. نتوما عارفين بانه واحد الساعه في الليله سهرتنا ضروري الضيوف تيغنيو مجموعين، نغنيو مع بعض ويرافقونا فرقة سلطانة، شنو ظهر لكم؟ يلا نوفل تفضل. سلام، هذه هي أجواءنا في الليلة سهرتنا، نتمنى مشاهدينا أنها تكون وصلتكم وتكونوا استمتعتوا بها. نحييو فرقة سلطانة للرقص الاستعراضي، تبارك الله عليكم. والمزيد من التألق وما يفوتنيش نحيي ضيوفي على هذا الكواتيور الرائع، فادر سلطان، ناهد مولين، أميمة بعزية، ومولاي دريس أبو عزاوي. الله يعطيكم الصحة وشكرا للفرقة الموسيقية والأستاذ نوفل الفاروقي. وصلنا لفقرة ألبوم، من خلالها كنحاولوا نذكروا مع الضيوف ديالنا محطات مهمه من حياتهم. غادي نشوفوا صور وقولوا لي باش كتفكركم. نشوفوا اولا صوره ديالك بدر. الله نبداو بيا. نبداو بك. الله عليك. ايوا الله عليك يا بدر البدور. الله عليك. انا عرفت شكون عطاكم هذه الصوره. شكون؟ جوجل.
يحسب لي غتقول لي كوافير القديم ديالي. سميتو الحاج جوجل الله يجازيك. عمي جوجل. بدر هاد الصوره مازال كتذكرها؟ اكيد اكيد. هذه واحد السهره اللي كنت فيها ضيف من بعد المرور ديالي في تجربه سيدي دوزام، يعني من بعدها بداو كيجوني عروض في الشاشه المغربيه، وكان هذا اول ظهور ديالي كضيف من بعد الخروج ديالي من سيدي دوزام. شنو تيقول بدر ديك الساعه؟ شاب مازال شاب من طبيعه الحال، ولكن يلا يلا قال بسم الله في المشوار، بسم على حضور جميل في استوديو دوزام وبغى يشق طريق. واش كيقول ديك الساعه؟ ذكرتني في واحد المرحله زوينه في حياتي، مرحله الاحلام، مرحله اللي كتكون عندك واحد الاحلام قويه بزاف، والحمد لله باقي كاينه. وانا فخور براسي وفخور بهذه التجربه المتواضعه اللي درتها، يعني كان حلم في هذيك الوقيته وحلم تحقق. الحمد لله تحقق ومازال حيت المهم ان الواحد يكمل في الحلم ديالو. صوره ثانيه. هنا بدا كيتحقق. هنا بدا كيتحقق. هنا خصوصا بدل الكوافير بدل الحلق. هنا في برنامج ليلة سهرتنا اكيد. من طبيعه الحال هنا بدر نقولوا صافي، يعني انت ما كيعجبكش كلمه انك وصلتي، ولكن يعني صافي الاسم ديال بدر فرض راسه وسط الساحه. واش الانسان يعني الفنان خصوصا كيكون مرتاح اكثر ولا كيتزاد عليه ضغط فاش كيكون دار اسم؟ كيكون بعدا اهم حاجه انه يكون راضي على نفسه وراضي على التجربه ديالو، ودائما كيكون حريص انه يتمشى ويدير واحد الخطوات اللي كتكون سليمه وخطوات اللي ناجحه، ويكون ويبعد عن المشاكل، ويكون دائما الجمهور ديالو راضي عليه. هذا هو الاهم. نشوفوا صوره ديالك ناهد. الله 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 الله. ناهد مولين طفله صغيره، شحال يكون عندك من عام في هذه الصوره؟ نقول لك 14 سنه. 14 عام. وشكون اللي حداك؟ الوالد ديالي الله يخليه ليا. الله يخليه. كنوجه له تحيه كبيره. حتى هو من الداعمين ليك. بزاف بزاف، ديما هو اللي حتى هو كيعاوني وكيقول لي هالاختيار مثلا الاغاني ديالك اللي كنحس بناهد شنو تقدر تعطي، شنو الاغاني ديالها. يعني متبعك خطوه بخطوه. بزاف صراحه انا الكلام ما بقيت عارفه ما نقول لان هذه الصوره فاجاتني. وشكرا شكرا. صوره ثانيه. اي هذا كانت صوره في استوديو، كنوجد الاول عمل ديالي اللي هو العنوان باش نجاوب. كان عمل انا مع الصوره، ومع ملي كتوجد واحد الحاجه كتكون راك شفتي الضحكه والفرحه بطبيعه الحال، كدير داكشي اللي كتبغي بطبيعه الحال في حياه اي فنان. ومازال ان شاء الله يكونوا اغاني والبومات اخرى، هادشي اللي نتمناو ليك ان شاء الله. مولاي ادريس شوفوا شنو غتجبد الخاميه دابا. نورمالمون قلت لها عزيه انت جايه كلا غنبداو بك انت الاول. نشوفوا صوره ديال مولاي ادريس. الله عليك اسيدي الفنان كبير حجيب. يا تحيه للاستاذ ديالنا حجيب، ولد حومتي ولد الدرب ديالي، الاستاذ الكبير اللي عطانا واحد اللون جميل في الرباط وتبناه، وربما ان صح التعبير اجتهدنا شيئا ما، ولكن كيبقى استاذ كبير وكيبقى فنان كبير، وكنوجه له الشكر. با حجيب جتادغ. وحتى حنا كنحيوه بحراره. نشوفوا صوره اخرى مع من هذه المره. السي عبد العزيز ستاتي، الشيخ الكبير وشيخ الشيوخ وصديق وقناص، يعني يصيب ما كيزقلش. هنا كنا في كلوب تير، وكنا كنضربوا البلاطو هنايا، كنديروا ربعه وسطنا ولا ثلاثه وسطنا، وحنا انا هو من الهيه وانا الاول ولا هو الخامس، ما كتزقلش، كنديروا مسطوم كنتبردوا عليهم. تحيه لباب العزيز ستاتي، وتحيه للدكاله والعونات فين ما كانوا. من طبيعة الحال كتبقى ذكريات جميلة. جميلة هذه في 2005. كتفكرنا بهذه اللحظات وخصوصا اللحظات اللي تقاسمتيها مع صورة حجيب في 92 وقيلة في 92 هذيك. 92. أنا حجيبة. أميمة نشوفوا الصور ديالك. شوفوا. الله عليك. والجبادور البغاو والعكر في الحمار. هذه واحد الصور اش باغي نقول لك، يلاه بديت. اول ما بغيت نبدا نغني بديت مع ماما والفرقه ديالها، هذيك هي الفرقه اللي كانت عند ماما. الفرقه كان عندها شي اسم؟ فرقه بعزيه. بعزيه كانت ديرها ماما هي الاولى،
وصافي وبديت كنخدم معاها وزعما من اول مره خدمت قلت لهم انا نتصور معكم ولابسه زعما مختلفه عليكم زعما راه انا المعلمه. لا برافو عليك فهادي ما عندي ما يسالك. النمر ما كاين غير النمر. انا هي الباترونه. تبارك الله عليك. نشوفوا صوره اخرى. واو وميمه والدربوكه. هادي والدربوكه وانا حامله. يا سلام. هادي دابا دازت عليها شي 3 سنين تقريبا ما كملاش. هادي فاس مع فرقتي اللي معايا دابا. يا سلام. اللي كنتمنوا لها مشوار ان شاء الله يا ربي طويل يا ربي امين. وما دمنا شفناك بالدربوكه بغينا عاوتاني نعاودو نسمعوك فوق الخشبه. متفقين؟ مرحبا. وميمه بعديه مرحبا خشبات ليله سهرتنا. وشوق عليا ويا نهيد على شغلتي
تسرح ويداوي وفين كابتسام الهمة والشارع فينك يا بدر فينا هو وبدر الزين ومن الوالدين بوعساوي عارف فينا هو لو شانو هما وكل شي تما وزينك يا نهيد زين رباطي انا نوش بلاطي كارو زين هما وكل شي تما وزينك يا لطفي انا الهمة والشارع وقتي بالريحة وكل شي تما زينك أميمة زين الجمهور لو فينا هو زين الجمهور زين هما كل شي تما هما والشام تيب الريحة زينك ابتسام يا ولد وعساوي فينا هو زينك يا بدر بدر الزين ومن والدي زينك يا نايس لو سير لطفي على الهما والشام وقتي بالريحة أميمة بعزية وأجواء رائعة داخل بلاطو ليلة سهرتنا. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك، جبتي واحد الروح وواحد الطاقة زوينة من مراكش. الله يبارك فيك وجوكم لي زوينين. ربي يخليك. وصلنا لفقرة الأمثلة الشعبية بالميم، هذه فقرة قارة في ليلة سهرتنا واللي كتعجب المشاهدين. بدر ومولاي دريس، عطيت لكل واحد فيكم مثل شعبي مغربي معروف. غادي نبداو بك مولاي دريس، وغتحاول نهد تكتشف الله من خلال الإشارات اللي غادي تعطيها. لا انت ما محتاج لا الميكرو عرفتي هذا المثل شحال فيه، لا شي حاجه فيه تبارك الله فيه الخير. نهد موجوده، نحيوا هذا الفريق بعدا. يلا نهد، شنو كيبان لك من خلال الإشارات؟ بان لي القلب. بان لك القلب. عاود. أنا باقي غير نقول بدر. اللهم صل على محمد الحبيب. يلا جرب شي حاجة واحدة أخرى مولاي إدريس. القلب. كاين المعزة، كاين المحبة. المحبة؟ يعني عندك كلمة بعدا. جا. أيه. ما جا. يلا. هاي عندك واحد الكلمة ما استعملتيهاش مازال. نهيد. ما جا.
اللي ما جا محبه، اللي ما جا محبه ما جا بحزاره. اللي ما يجيب محبه ما يجيب حزاره. برافو نجاح. عليك نجاح. بنت الرباط ايوا عندك الناس بقى يقولوا ولاد الرباط ما فاهمينش ولا شي حاجه. من لا شوف كيف دايزه الكونيكسيون. جحتين 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 جحتين. تبارك الله عليك مولاي ادريس. تبارك الله عليك نهيد. واللي ما جاب محبه ما يجيب حزاره. يلا نشوفوا بدر جيب وجه الصداقه والمحبه اللي فينا. ارخف المعلم المعلم. سهل هذا المثل اميمه انت اداها. يلا نشوفوا الاشارات اللي غادي يعطيك بدر باش تسهل عليك الماموريه. حط هذيك لاكارت الا كان المثل صافي شديتيه في بالك. شنو كيبان لك اميمه؟ وجهي فيا شي حاجه في وجهي. يلا كاين الوجه. الوجه وجهي وجهك وجهك بوحدك وجهي انا وياك. مولاي ادريس راه الفريق راه الفريق راه الفريق الاخر هذا. الوجه المشروك ما كيتغسل. شوفي على الوجه المشروك ما عرفتش. ولكن مولاي ادريس بوعزاوي هو ياك بعدا الا ما نقلات مني كاينه ما كايناش. لا ولكن كان عليك ما تقولهاش ليا حتى نقولها انا ونقلع. اميمه عندها الحق انا متفقه معاها. راه عرفاتها هي ما بغاتش. قلعها بعدا واش نقلعها باش نشوف واش بغا يساعدني ولا ما بغاش يساعدني. عاود لينا المثل مولاي ادريس. الوجه المشروك ما كيتغسلش. وبمعنى الحاجه المشروكه عمرها ما كتكون ما كيتحمل مسؤوليتها واحد. عندنا معنى اخر. الوجه المشروك عندنا معنى اخر. حنا المراكشيين الراجل المجوز ما عمرك تشاركي مع امراه اخرى. ما عمرك تزوجي براجل مزوج. هي الوجه المشروك ما كيتغسلش. اي ما عندي ما مثلا وهي الامثله الشعبيه تيكون عندها معنى واحد ولكن كل واحد كيبقى كيفاش تيفسرو. بدر هذه مده ما شفناك فوق الخشبه وما استمتعنا بصوتك. يلا نشوفوك فوق خشبه ليله سهرتنا بدر سلطان. خسرت كل الناس علشانه استحملت اللوم ازاي بعد ده كله يسيبني ما تصورتش غدره في يوم الناس علشانه استحملت اللوم ازاي بعد ده كله يسيبني ما تصورتش غدره في يوم وكانت روحه في علشانه استحملت اللوم ما تصورتش تحية لأبو وديع انا من قلبي بقول شكرا يا بيان ما استنتش عليا كتير وانت خدار انا من قلبي بقول شكرا يا بيان ما استنتش عليا كتير وانت خدار بدعي يا ريت بعد تكون
عشان تبقى في حالك وفي حالي تسيبني علشان افتح ايقاع 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 كل الناس علشانه علشانه استحملت اللوم ازاي بعد ده كله يسيبني ما تصورتش غدره في يوم كانت روحه في ايده وخلني رجعت روحه وهو خسرني انا ما ظلمتش يلي يا سلام خسرت كل الناس الجورج وسوف بصوت بدر سلطان ما شاء الله وشكرا لك نكملوا مازال في المسابقة إلى بغيتوا وكأقترح عليكم اللحظة فقرة صور وأغاني غادي نشوفوا صور وتقولوا لي شنو الأغنية اللي كتفكركم بها يلا نشوفوا شكون الأسرع اللي غيكتشف هاد الأغنية الأولى اللي كنقلبوا عليها كتبت كبرية لا مغربية لا لا الوردي الأحمر لا يلا أغنية شر ابعت لي جواب برافو عليك ولا إدريس ابعت لي جواب نسمعوا منها شي مقطع يلا ابعث لي جواب الأغنية الجميلة اللي كتذكرنا بالراحل صباح فخري واكتشفنا أميمة بعزية فلون آخر هاد الليلة الله يعطيكم الصحة ومن ابعث لي جواب غنرجعوا للون الشعبي وهاد المرة مع مولاي إدريس بوعزاوي مرسي Thank you.
Shufu habibi, wa idus aliyah wa habbar, wa li bikrbi
خنستيني راه قلبي فيك يتفكر وارجع يا حبيبي ومالك عليك يا غابر لو خنستيني بدر فيك يتفكر شوف حبيبي ودوس عليا وعطار غير قلبي ولا ما تتحصر شوف حبيبي ودوس عليا وعطار غير قلبي وبعصي يا مرضى تتحصر شكرا لك مولاي ادريس البوعزاوي على هذه البهجه والنشاط اللي خلقتي وسط البلاطو تبارك الله عليك سيبكو شكرا وشكرا ايضا على حضورك معنا شكرا لك اميمه بعزيه شكرا نهيد مولين شكرا بدر سلطان استمتعت معكم هذه الليله وفرحت بوجودكم شكرا ايضا لفرقه سلطانه لفرقه الرقص الاستعراضية اللي كانت معنا وشكرا ايضا للفكاهي والكوميدي عمر فلكي شكرا للموسيقيين والاستاذ نوفل الفاروقي شكرا لفريق عمل ليلة سهرتنا
شكرا للجمهور الجميل اللي كان معنا داخل البلاتو. شكرا لك ابتسام. شكرا لك وليكم مشاهدينا على تشجيعاتكم الدائمه. الختم غادي يكون مع ناهد مولين بوحده من اجمل اغاني اصاله نصري. ونتلاقاو الاسبوع من المقبل دائما على دوزام. سلام عليكم. عن اللي مش ممكن يكون.
سكون